أكد فولفغانغ موكشتاين وزير الصحة النمساوي اليوم أن قفزة هائلة حدثت اليوم في إصابات كورونا في البلاد، مع تسجيل ما يصل إلى 30,000 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وأحب أنوه، كانت هذه هي البيانات الأولية، ولكن بعد تقارير أكثر موثوقية كانت الإصابات حوالي أكثر من 27,000 إصابة. وأوضح موكشتاين في تصريحات له اليوم الأربعاء أن أعداد إصابات كورونا وصلت إلى مستوى جديد ينذر بالخطر، موضحا أنه بسبب تقرير فريق أزمة جائحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، فإن الفئة العمرية أقل من 25 عاما معرضة بشكل خاص لخطر العدوى، كما أن الأعداد في المستشفيات تتصاعد مرة أخرى. وأشار الوزير إلى أن متغير أوميكرون شديد العدوى وسيطر على انتشار الإصابات الجديدة بأكثر من 93% من الحالات، مشيرا إلى أن المشكلة ليست أوميكرون، بل أن بعض الولايات الفيدرالية أفرطت في ممارسة رياضة التزلج وحفلات المصاحبة لها، وهو ما حدث بالفعل في ولايتي سالزبورغ وتيرول، الاثنين تصدر أعداد الإصابات الجديدة. ولفت الوزير إلى أنه لوحظ زيادة كبيرة في إصابات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما، وأيضا في الفئة العمرية من 15 عاما إلى 24 عاما. وبشأن هذا الخبر وتعليقا عليه، ينضم إلينا الدكتور محمد سلامة، أخصائي جراحة الرئة في فيينا. مساء الخير دكتور محمد. عذرا لم أسمع الصوت. مساء النور يا فندم. مساء النور. دكتور محمد، ما هو تعليقك على وصول الإصابات إلى 30,000 إصابة اليوم بفيروس كورونا؟ هو طبعا الأوميكرون المنتشر حاليا من بدايته احنا عارفين ان هو أسرع انتشارا عن المتحورات اللي كانت سابقة ليه، فهو متوقع زيادة الأعداد دي من ناحية ان الأوميكرون سريع الانتشار. تاني حاجة ان احنا لسه خارجين من فترة اجازات، فمعظم الناس كانت في حفلات اعياد الميلاد والبينافت وكده والراس السنة، فكان في نسبة الاختلاط عالية، فده طبعا ادى الى الزيادة الرهيبة اللي احنا شايفينها حاليا. تمام دكتور محمد. برأيك كم واحد من 30,000 إصابة دول بعد كم يوم ممكن يدخلوا المستشفى ما بين عادي وما بين عناية مركزة؟ هو الحمد لله ان الاوميكرون يعني مختلف عن او الموجة اللي احنا فيها دي، مختلفة عن الموجات السابقة ليها، ان عدد اللي دخلوا المستشفيات بالمقارنة باللي فات قليل جدا، الرغم من الارقام اللي هي الرهيبة اللي احنا سامعينها ديت. 30,000 دي ما حصلتش قبل كده، كنا بنقول 5,000 وكان نصهم بيبقى في المستشفيات. الوضع يعني يكاد في المستشفيات حاليا غير ملحوظ ان في اساسا كورونا او في موجه كورونا حاليا. يرجع ده لسببين، اول حاجه ان تقريبا اكتر من 3/4 الشعب بقى ملقح، فالمناعه الناس زادت، فالناس بتاخد الموجه ديت كنزله برد عاديه، وده اللي احنا كنا بنقول عليه ان فايدة التلقيح انك لما تتصاب ما توصلش للأعراض الخطيرة. وتاني حاجة الأوميكرون نفسه أعراضه أضعف من الدلتا والتحولات اللي احنا كنا شفناها قبل كده، فما أعتقدش ان 20% منهم حتى هيوصل لخش المستشفيات. تمام دكتور محمد. برضو زي ما احنا شفنا في الخبر اللي معانا دلوقتي انه متحور اوميكرون بيصيب الفئة العمرية من سن 6 ل 14 عاما، ايه هي سقف الاعراض او هي الاعراض اللي بتيجي عند الاطفال في الفئة العمرية دي؟ معظم الاعراض اعراض نزلة برد كأنها انفلونزا، يعني معظم الاعراض كحة، هو بيصيب اكتر الجهاز التنفسي العلوي، كحة، رشح، حرارة. الحمد لله اصابات الرئه قليله، ما شوف يعني معظم الحالات اللي انا شفتها شخصيا ما فيهاش اصابات رئه، كلها ما بين كحه وحراره ورشح عادي. تمام دكتور محمد. موضوع اللقاح الالزامي سوف يتم اعتماده غدا في البرلمان،
إلى أي حد سوف يكون هذا المشروع مجدي في تخفيض هذه الأرقام، وخاصة أن 75% من الأشخاص في النمسا أخذوا اللقاح؟ والله هنرجع تاني نقول الأرقام مش مهمة، المهم إن الناس حتى اللي اتصاب، يعني احنا مثلا لو احنا جينا ناخد مرض زي الانفلونزا، من بدايه الانفلونزا ما ظهرت في اوروبا بعد في اوائل القرن اللي فات، كانت حاجه، كان وباء خطير موت الملايين. حاليا وصلنا ان الانفلونزا مرض عادي الناس بتاخده كل موسم، فمش مشكله الارقام في حد ذاتها، المهم الاعراض وان الناس يوصل لمرحله ان هو برد عادي. يعني هو الهدف ده مش هيحصل الا بالتلقيح، فاللي احنا الناس اللي ضد التلقيح يبصوا على الموجه اللي احنا فيها حاليا، ليه الموجه ديت على الرغم من الاعداد كبيره لكن ما فيش الحمد لله وفيات او ما فيش اصابات خطيره، لان معظم الشعب اتلقح، وده ده الهدف من الموضوع. الناس بتبص او معتقده ان لما يحصل تلقيح ان المفروض ما يبقاش فيه اعداد، لا ده كلام غلط، هيبقى فيه كورونا، واعتقد ان الكورونا دي هتبقى موجوده السنين اللي جايه كلها، كانها زيها زي الانفلونزا العاديه، الناس معنى كده كل سنه. معنى كده دكتور محمد انه هيبقى لازم كل 6 شهور او كل 3 شهور، احنا عارفين انه نسبه الاجسام المضاده بتقل بعد 3 شهور، معنى كده انه هيكون في لقاحات معززه طول الوقت؟ مش شرط، لا مش شرط، لما يحصل ان نوصل لمناعه تلقائيه، ان معظم الناس اللي على الكره الارضيه هتتلقح، هنوصل لمرحله ان خلاص هيبقى في مناعه للاوميكرون، مش الاوميكرون، للكورونا يعني بصفه عامه، وهيبقى ممكن نوصل لمرحله ان ما نحتاجش تطعيم، يعني تطعيم الانفلونزا مثلا موجود لكن ما بناخدوش الا في كبار السن. انا اعتقد ان هنوصل للمرحله دي، ان هيبقى في فئات معينه بس اللي هتبقى محتاجه التلقيح، ومعظم الناس اللي هي مناعتها كويسه وصحتها كويسه مش هتكون محتاجه، ده توقعي الشخصي يعني. طيب برأيك دكتور محمد ايه هي نسبة مناعة القطيع المطلوبة عشان تحقق المستوى ده؟ نعدي 3/4 الشعب، وانا ما بتكلمش عن النمسا بس، انا بتكلم على البشر كلها، لان احنا اصبحنا في عصر السفر والاحتكاك ما بين الناس كبير، يعني مش ما ينفعش بلد لوحدها، يعني لازم نوصل يعني بالنسبة للناس بالنسبة للنمسا 90 نسبة 90 تعتبر هي هتبقى مناعة وصلنا القطيع للمناعة المطلوبة إن شاء الله، أنا نكون وصلنا للمناعة نعدي 90%. تمام. متشكرين جدا دكتور محمد لانضمامك إلينا وكل هذه المعلومات المفيدة، شكرا لك.